والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عشان كده أول حاجة يعتني بها الشاب المسلم العقيدة والتوحيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شاب يكون ذول عقيدة وذول توحيد ما يتخدع ساي. الكلام ده قد يكون حار لكن لازم نقبله بحرارته عشان نجري بناء عليه إصلاحات فورية. الله ده يا ما عنده أي شيء، نازي تلجأ لله، توكل على الله. الشباب فاقدين القدوة، ومسألة القدوة الحمد لله الحل موجود في القرآن. الحل ما عند الملاحدة، الحلول ما عند الملاحدة، الحلول في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن جيت لله ما أشركت بالله شيء، لا دعيت لك فكي، لا تابعت لك طريقة من الطرق الصوفية، لا دقيت لك نوبة، لا علقت لك حجاب. قال ثم لقيتني، عندك ذنوب قدر الواطة، لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله يغفر لك كله. ربنا ذكر 18 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكان معهم اليومات قال داري ناظرني وهرب، ده كبره، شفت كيف؟ وده لو جاء بإذن الله والله كان زل زل من أم ولدته ما شاف. أنا ذول مجرم وذول مستهبل وذول ملحد يا أخي. قال نحن قتلنا الله، قال ودفناه بيدينا ديل، قال ده ما أزله. كما يجيك بعد شوية واحد عامل فيها أنصار سنة يقول لك لا، بالحكمة، الحكمة مع ديل الدرش والجغل، ما في نظام معهم تاني، ودارين يضيعوا الشباب. انتبهوا يا شباب، والله ديل مش من أضل، ديل أضل خلق الله، ما في أضل منهم ولا في ضال زيهم ذاته. دارين يدمروا شباب الأمة دي، ونحن ما بنخليهم، لا بنفجر لا بنقتل، نحن بنفجر عقائدهم الباطلة دي بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدا ما بيقدر يقارن الحجة بالحجة. ومش انت هربت، أي ملحد لاف في الأرض من الإسكيم محيط المتجمد بغادي إلى المتجمد الثاني البغادي، شمالا جنوبا شرقا غربا، كلهم جيبوه من هذا يتناقش ونجغموا يطيروا من البلد. يا ذول الدرب الفوتو دايت ده فيه متاع الدنيا والآخرة. أنا داري أعرف الناس ذي بيغتروا بالكفار ليه؟ والله يا جماعة يا أخي الإسلام ده فيه الراحة في الدنيا كذا، خليه الآخرة، الآخرة دي من راحة ذاته. اليوم اللي بنرجع واللحظة اللي بنرجع لله الحال ده بنصلح، العيش والخبز والدولار بنزل والأمور كلها بتزبط. حاربنا الله وغشوك الملاحدة ديل، قال لك كل ما تبعد من الله حالتك بتتصلح، أو ده بعدنا من الله إلا من رحم الله. وين الحالة؟ اتصلحت يومي زايدة، بل كل ساعة زايدة. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله عز وجل.